فالكلام ده ما بتكلمش فيه، هو لازم نهديه. صح. فاعتقد ان الولاد الصغيرين في الفرقه كان عندهم نفس الحماس ونفس الغيره، لكن اعتقد ان احنا محتاجين روح ادهم الاحضار وهو بيلعب. حلوه الجمله، حلوه الجمله. يعني محتاجين 11 صح في الملعب و8 بره بروح ادهم الاحضار وهو بيلعب. دي مش موجوده. ليه؟ ليه دي عملية صعبة قوي؟ يعني اولا جمهور النادي الاسماعيلي ده يستحق كل حاجة كويسة طبعا. اروع ما في المنظومة هو جمهور النادي الاسماعيلي. يعني اروع ما في النادي الاسماعيلي على مدار الحياة اللي انا عشتها هو جمهور النادي الاسماعيلي. النهارده جمهور النادي الاسماعيلي اللي مجرد ان حس ان في بعض اللاعبين بتبذل اقصى مجهود ليها فرحان بيهم. ولكن ده شيء بيحزنني انا كابن النادي، ودايما اتمنى اشوف النادي الاسماعيلي ده في اعلى حاجه في الدنيا. اني يعني مش هعتب على المجلس، لا ده لا، المجالس اللي قبله كمان. احنا المجلس اللي قبله كنا وصلنا تطلعنا ان احنا نوصل السادس، وكنا لما طلعنا السادس قلنا كويس ان احنا كويس. المجلس ده نزلنا ان احنا ما بنوصلش للسادس. فالناس طموحها او هويه النادي ما عادتش موجوده. النادي الاسماعيلي مش موجود. اللي اسمح لي، يعني كان النادي الاهلي بيعمل الف حساب، ولغايه دلوقتي بيعمل الف حساب لاسم النادي الاسماعيلي. لكن ما يبقاش ان احنا نازلين فرحانين ان احنا اتغلبنا 1-0 بس. يعني والله انا شفت تعليقات احزنتني كتير ما قلت ان انا رايح البرنامج. الناس قالت لي يا كابتن علي النهارده ربنا يستر ما تبقاش هزيمه تقيله، وربنا يستر ان هم يبقوا مش عارف العدد ايه. ليه وصلنا بالجمهور ان يوصل للاحساس ده؟ ليه وصلنا ان النادي الاسماعيلي الكبير، القلعه الكبيره جدا دي بتاعت كابتن علي ابو جريشه وكابتن سيد عبد الرازق وجيل افريقيا وقبله المرحوم رضا وكابتن شحته وصولا لحازم وعماد ومحمد صلاح ومحمد الناس دي يا جماعه، وادهم الاحضار. الناس دي كانت الماتشات، كان محمد بركات واسلام الشاطر وعماد النحاس والجيل الرائع ده مع كابتن محسن صالح. النادي الاسماعيلي معروف ان هو مثلث الكره المصريه طبعا، هو ثالث الانديه المصريه طبعا. النهارده ما يبقاش جمهوري مبسوط ان النتيجه طلعت كده، لا. لازم يبقى عندنا ثقه في نفسنا اكتر من كده. ولكن مش ذنبهم. ذنب مين؟ مش ذنبهم، ذنب اللي يتولى وما عندوش طموح البطوله. في الجهاز الفني تقصد ولا اداره؟ لا لا لا، في التخطيط نفسه. الكره دلوقتي علم واداره طبعا وتخطيط، وان انت بتعمل خطه طويله الامد وخطه قصيره الامد، انت هتعمل ايه في القريب وهتعمل ايه في البعيد، هتعد ازاي لسنتين وهتعد ازاي لخمس ست سنين. الموضوع مش ان انا ادي مده وامشي او ان انا ادورها يعني زي ما هي ماشيه ماتش بماتش، لا لا لا، الموضوع مش كده. احنا النهارده الاسماعيلي بيخسر من حرس الحدود الجمهور بيزعل. نكسب المقاصه الجمهور بيفرح. نكسب اف سي مصر بس الفريق مش ثابت، مش واقف على رجله في الملعب بالظبط. انت ما انتش حاسس ان انت مطمن. جمهور الاسماعيلي نفسه النهارده قبل الماتش مش مطمن. انت بتقول لي حاسس ان النتيجه هتبقى كبيره بالظبط. هو النهارده في وجهه ان الاداء في الولاد الصغيرين عندهم روح عاليه جدا وادوا. عندنا النهارده مكسب كبير قوي، محمود البدري حاجه بسم الله ما شاء الله رائع. بسم الله ما شاء الله حاجه رائع، رائع. ربنا يا رب يحفظه. محمد مخلوف حاجه طالعه كويسه. نتمنى بقى ان الدور الثاني لما نيجي نلعب النادي الاهلي يكون مدعمين فرقتنا في يناير. اعتقد الفرقه في اشد الحاجه الى تدعيم. اعتقد ان احنا في اشد الحاجه ان احنا في تقصير في تدعيم في فتره انتقالات صيفيه. اكيد في تقصير. اكيد طبعا. الاسماعيلي كان محتاج ايه؟ اكيد طبعا كان محتاج كتير، محتاج 5 لعيبه على الاقل. محتاجين 5 لعيبه على الاقل. احنا من السنه اللي قبلها واللي قبلها ان احنا محتاجين، يعني احنا محتاجين لعيبه. احنا هل الاسماعيلي بيمر بضائقه ماليه مثلا هي اللي بتمنعه انه يتعاقد مع لعيبه، ولا مفيش حد بيختار، ولا هو اعتماد على اللي موجودين والاعتماد ده خاطئ من وجهه نظرك؟ ايه السبب؟ يعني ايه السبب ما يخلينيش اروح ادعم؟
بص انا على قناعه ان مفيش حد بيحب يفشل طبعا، ولا في حد بيجي يتولى مسؤوليه النادي ما بيحبش النادي طبعا، ولكن بس ممكن يخطا. في اخطاء بتبقى ساعات متعمده وفي اخطاء بتبقى غير متعمده يعني. انما ما نقعد ثلاث سنين كل سنه نقول عايزين ندعم، عايزين فرقه كويسه، ما نفرطش في نجومنا، ونيجي نلاقي احنا في ثلاث سنين في 45 لعيب مشوا. الاربع سنين اللي قبلهم في 40 لعيب مشوا. ما بين اعاره وما بين مشاهد كتير. كتير. الاربع سنين اللي قبل اللي فاتوا 9 مدربين. ثلاث سنين لغايه دلوقتي 14 مدرب. مفيش كوره كده. مفيش كوره كده، في كوره بتخطيط. في كوره بحلم. في كوره بعمل مؤسسه رياضيه، وخصوصا في ظل الازمه الكبيره جدا اللي بتعيشها الانديه المصريه الشعبيه. في غياب جماهيرها. نادي الاسماعيلي 80% من مكسبه وقوته هي جماهيره اللي محروم منها. يعني 80% من قوته، يعني اتفرج على النادي الاسماعيلي بجماهيره واتفرج على النادي الاسماعيلي من غير جماهيره. بس الامر ده ما ينطبقش على الاهلي والزمالك والاتحاد والمصري وكل الانديه الجماهيريه؟ هو النادي الاسماعيلي اللي محروم من جماهيره بره او جوه يعني. انا في ماتشات النادي الاهلي بلاقي جمهور النادي الاهلي، في ماتشات الزمالك بشوف جماهيره في نادي الزمالك، انما النادي الاسماعيلي هو المحروم من جماهيره يعني. في كل الماتشات جماهير النادي الاسماعيلي مش موجوده سواء جوه او بره. فده حاجه طبعا بتاثر بالسلب. لان فعلا زي ما انا بقول لحضرتك، من ايام ما انا كنت بلعب وقبل ما كنت العب، احنا وعينا على الجمهور ده، احنا تربينا في المدرجات قبل ما نلعب طبعا. فالجمهور ده 80% من قوتك. ما ينفعش ان انت تخسره.